بسم الله الرحمن الرحيم، وفيديو جديد من قناتكم قناة مصادر الحياة، ومعكم أبو الحسن عبد الله. اللي نتحدث النهاردة عن موضوع هو موضوع الساعة، وبيهم كل الناس. الموضوع النهاردة تحت عنوان كيفية التغلب على زيادة الأسعار. كيفية التغلب على زيادة الأسعار، بنتحدث الموضوع في 5 نقاط. النقطة الأولى، وهي أن زيادة الأسعار 80% أو من 70 إلى 80% زيادة مفتعلة من التجار وأصحاب المصالح. النقطة الثانية، أنا أتحدث عن البحث عن البدائل. النقطة الثالثة، ترشيد الاستهلاك. والنقطة الرابعة، تغيير النمط السلوكي الاستهلاكي. والنقطة الخامسة، الحاجة الملحة في هذا الوقت من تغيير السلوك الاستهلاكي واستخدام الذكاء الاقتصادي. فلو جينا نتحدث عن النقطة الأولى، وهي زيادة الأسعار 80% زيادة مفتعلة من التجار، بمعنى أن هناك زيادة في السلع، قد تكون زيادة بنسبة 5%، ولكن التجار يصلون بال5% إلى 20 و30%. طبعا مستغل أو يستغل أن هناك زيادة، وطالما هناك زيادة فهو بيزود بالطريقة التي يعني تحقق له أكبر قدر من الربح، دون النظر إلى حال الناس أو إلى مستوى الاقتصادي للبشر. فهو اللي يهمه اللي داخل جيبه. من هنا بتزيد أن زيادة الأسعار بتمثل بقى في الحالة دي عبء أكبر على المستهلك، وده طبعا بيكون نتيجة جشع كثير من التجار. طيب انا كإنسان او كمستهلك بدخل هنا بقى على النقطة التانية، وهي البحث عن البدائل. بمعنى في سلع او كثير من السلع لها بدائل، وطالما ان هناك بدائل فهناك تفاوت في الاسعار. وانا كمستهلك اذا استخدمت الذكاء الاستهلاكي فلابد انني ادور على البديل الارخص واستخدمه دايما، البديل الارخص واستخدمه دايما، وبكده بخفف من عبء زيادة الاسعار على دخلي كفرد. بمعنى ان هناك ممكن اقوم او اشتري السلع، او انا محتاج شيء ما، هذا الشيء ممكن اعمله ب50، في حين ان هناك ممكن اعمله ب20. يبقى انا الجأ لابو 20 واسيب ابو 50، وبكده بتغلب على جزء من زيادة الاسعار. ثالثا، ترشيد الاستهلاك. في كل دول العالم المتحضر هناك ترشيد للاستهلاك، ولكن تجد الإسراف والإسراف والإسراف لا يكون إلا في الدول الفقيرة والمتخلفة. شيء غريب، أنت نحن كشعوب في منطقة الشرق الأوسط شعوب دخلها بسيط، شعوب فقيرة في تحت الفقر، في شعوب 60% من شعبها أو 70 تحت خط الفقر، اقتصادها ضعيف، فيها كثير من المشاكل اللي حصر لها، وهذا ليس موضوعنا. وتجد النمط السلوكي نمط سيء إلى أبعد الحدود. فهذا الوضع لابد من ترشيد الاستهلاك فيه. فأنت كإنسان ذكي لابد أن تتخذ من ترشيد الاستهلاك لك ولعائلتك علاج لزيادة الأسعار، حتى لا يعني تزيد من عبء زيادة الأسعار
على دخلك المتواضع. النقطة بقى المهمة وهي تغيير النمط السلوكي الاستهلاك. النمط السلوكي نحن يعني متعودين على نمط سلوكي معين لكل أنواع السلع، سواء سلع غذائية، سواء سلع استهلاكية، سواء سلع خدمية. متعودين على نمط سلوكي معين، وصعب إن احنا نترك هذا النمط السلوكي. وللأسف كثير من الأنماط السلوكية الاستهلاكية لدينا أنماط غاية في السوء. لو أنت نظرت إلى بيوت أحد البيوت المصرية تجد أن ما يستهلكه من الخضروات والفاكهة يكفي 5 أو 6 أسر، يعني ما يستهلكه الأسرة الواحدة يكفي 5 أو 6 أسر في أي دولة أوروبية. كل شيء بنشتريه ليس بالكيلو، لا، 2 و3 كيلو من الصنف الواحد، شيء يعني غريب. الشيء الآخر ده بالنسبة يعني للمواد الغذائية. الشيء الآخر لبعض الخدمات والاستهلاكات. فلو نظرت مثلا إلى نمط السلوكي في استخدام الموبايل أو المحمول تجد أنه نمط سلوكي سيء للغاية. فاستهلاك الفرد في دولنا دول الشرق الأوسط لعدد الدقائق والساعات التي يتحدثها في الموبايل والتليفون الشخص بتاعه أضعاف 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 ما يتحدثه أي شخص في دول أوروبا وأمريكا. ليه؟ ما تعرفش. هل هو يعني عنده مشغوليات ومسؤوليات أكثر من الشخص الأوروبي؟ طبعا ده لا بالتأكيد، ولكن سلوكنا الاستهلاكي سيء للغاية. ده بيزيد عيب فواتير وعيب مادي. أيضا النمط السلوكي لبعض السلع التي تعودنا عليه. فعلى سبيل المثال لو احنا خدنا مثال مثلا للاستهلاك الغذائي للأرز، عندما ارتفع سعر الأرز في مصر لا تجد أحد إلا نادرا، وأقول نادرا، استغنى عن الأرز 3 أو 4 أيام في الأسبوع واستخدم المكرونة بدلا من الأرز. شيء غريب، مع العلم أننا مثلا في مصر هناك الصعيد لا يستهلك الرز في الشهر يمكن 2 أو 3 مرات. ليه؟ نحن وضعنا نفسنا في إطار سلوكي استهلاكي معين، لا نريد التغيير إطلاقا، وهذا يزيد من عبء ارتفاع الأسعار علينا. فلابد من تغيير النمط السلوكي الاستهلاكي لدينا. النقطة الخامسة والأخيرة أننا يعني لابد ونؤكد على أننا في حاجة ملحة في هذا الوقت، وفي هذا الوقت دون أي وقت سابق في حياتنا في مصر ودول الشرق الأوسط، بما نعانيه من مشاكل جامة في هذه المنطقة وكساد اقتصادي عالمي وخلافه. لابد من التغيير السلوكي والنمط السلوكي الاستهلاكي لدينا. لابد من استخدام الذكاء الاقتصادي، لأن ما أوقع العالم فيه اليوم وبدأ من سنة 2008 في شهر 8 عندما أعلنت كثير من البنوك الإفلاس في أمريكا وغيرها في أوروبا، كان بسبب الغباء الاقتصادي، وأنا أسميه الغباء الاقتصادي العالمي الذي اتجه إلى إنفاق المال واستثمار المال في الرفاهيات للإنسان. فالمليارات انفقت في توفير
نمط استهلاكي ترفيهي للإنسان، من وسائل الاتصالات، سيارات تمنها بالملايين، مباني، فيلات، منشآت، لانشات، طائرات، يخوت، كل شيء، أجهزة، كل ما تشاء، أجهزة كهربائية، أجهزة إلكترونية، كل هذا يدعي العالم بأن هذه هي رفاهية وهذه هي حضارة الإنسان، ونسى تماما السلع والخدمات الأساسية والاستثمار في المشروعات الأساسية والاستثمار في إنتاج وزراعة الأرض واستصلاح الأراضي وبناء المصانع التي تنتج ما يخدم الإنسان الحقيقي وليس رفاهية الإنسان بهذا القدر وبهذا الغباء. فأفلس العالم لأن دخل الفرد لا يتماشى بهذه السرعة المتقدمة في الرفاهية، وما لا يزيد دخل الفرد لا يزيد في أي حتة في العالم لا يزيد بهذه السرعة الجنونية في زيادة الرفاهية. فكان لابد أن يحدث فجوة ما بين دخل الإنسان ورفاهية هذه الرفاهية. طبعا هذه الرفاهية لها سعر، لها ثمن، بيزيد كل يوم دخل الإنسان في أي مكان لا يزيد بهذا. فكان هناك فجوة، فكان لابد من أن يقع العالم في الكارثة الاقتصادية التي مرت بنا وما زال العالم يعاني منها حتى اليوم. كان ده كل ما في هذا الموضوع، ولذلك يجب على كل فرد أن يستخدم الذكاء الاقتصادي، وزي ما بيقولوا يحسبها بالورقة والقلم، لأننا في أشد الحاجة وأمس الحاجة هذه الأيام في أن نحسبها فعلا بالورقة والقلم، لأن اقتصاد العالم واقتصاد الدول الشرق الأوسط يعني في أسوأ حالاته، وإن شاء الله نتمنى أن تمر هذه الأزمة وأن يعافى الاقتصاد العالمي واقتصاد الشرق الأوسط وأن يمر هذه الأزمة بخير. ده كان كل الموضوع بتاع النهاردة، كل نقاطه. أتمنى أن هذا الفيديو ينال إعجابكم، وإذا عجبك الفيديو فاضغط لايك، لا تنسى الاشتراك في القناة، وألقاكم إن شاء الله في فيديو آخر على قناتكم مصادر الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.